قال سيدتنا خديجة رضي الله عنها: والله رأيته يمشي والغمام كيضلله، كيوقف إذا هو وقف وكيمشي إذا هو مشى. وهو يخبرها بالخبر نتاع الراهب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شنو قال لهم. وفي هذه اللحظة القليب ديال سيدتنا خديجة رضي الله عنها غادي يعظم المنزلة ديال رسول الله، وغادي تبني ليه بيت في قلبها، أو بالأحرى قصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما سجدت الحمائم وحمت الحوائم وسبحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا وأهلا وسهلا من جديد. أول حاجة شكرا شكرا من قلبي على التفاعل ديالكم مع هذه السلسلة، اللي حسيت بكم باللي أنكم عشقتوها من خلال الدعوات ديالكم اللي تتخليوا لي الرائعة، وكلامكم الزوين اللي تشبه لقلوبكم. أما أجوبتكم على الحلقات الفايتين راني كنقراهم في التعاليق، وما عندي ما نقول فيهم تبارك الله، وحتى شي واحد فيكم ما دار الخطأ. تبارك الله عليكم وراني فخورة بكم. غير هو عندي لكم واحد طلب صغير، عافاكم ما تخليوش هاد الحلقات أو هاد السلسلة توقف عندكم، حاولوا أنكم تشاركوها مع القريب والبعيد باش هكذا تعم الفائدة على الجميع في هاد الشهر المبارك، ونتقسموا الأجر نتوما وليا والجميع. علاش أصر باش أنكم تشاركوها؟ حيتاش السيرة النبوية خاصنا نكونوا حافظينها، بحيلة إذا حافظين سورة الفاتحة وأكيد عندنا أجر في هاد الأمر. بلا ما نعطلكم أكثر خليني نقول لكم لنبدأ. كان في مكة واحد المرأة اللي هي شريفة وفاضلة سميتها خديجة بنت خويلد. كانت هاد المرأة عندها واحد النسب اللي هو شريف، وكانت ميسورة وعندها المال. كانت كتصيفط المال ديالها على يد التجار باش أنها تبيع وتشري. فهذيك الفترة غادي تسول واحد الغلام اللي كان عندها وسميتو ميسارة، غادي تقول لي شكون كتعرف اللي تقدر تأمن على المال ديالي البيع والشراء. فإذا بميسارة غادي تتكلم ليها على واحد الرجل اللي سميتو محمد بن عبد الله، ويلقب في مكة بالصديق الأمين. لما اقتنعت به هنا غادي تصيفط ميسارة لمحمد باش أنه يستشر معاه على أنه ياخذ المال تاع خديجة باش يبيع ويشري لها بيه في الشام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يقبل بهذا العرض، وتكون ليه واحد النسبة حتى هو على ديك الخدمة اللي غادي يدير. الحبيب غادي ياخذ المال ديال خديجة ودا معاه ميسارة وغادي لجهة الشام. وما في طريقهم ميسارة غادي يستغرب من حال الكون مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لدابا هو مازال ما تبعدش رسول الله وما معروفش، ولكن كانوا كيوقعوا معاه كرامات ومعجزات اللي كانوا غريبين. ميسرة غادي يبقى غير حاضيه وكيسول مع راسه شنو واقع. وما في الطريق غادي يشتد الحر، لكن الغمام كان كيتبع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق من راسه، اذا هو وقف يوقف معاه واذا هو مشى يمشي معاه. في بعض الروايات يقولوا بلي انه ميسرة تقول بلي هادوك ما كانوش ضباب، ولكن ملائكه كتضلل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاجنحه ديالهم. ميسرة كيتسائل مع الروح ديالو شكون هذا الرجل اللي تابعينو هاد الملائكة باش تغطيه من هاد الحرارة الشمس أو حتى الغمام. واحد شوية غادي يوصلوا قراب من الشام، اللي تما كانت واحد الشجرة اللي غادي يجلس متحت منها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باش يتظلل بالظل ديالها ويرتاح. لكن كان حدا هاد الشجرة واحد البلاصة ديال العبادة نتاع واحد الراهب. هاد الراهب غادي يخرج وغادي يبدا يشوف هاد القافلة اللي وصلت، وهنا بان ليه واحد الأمر غريب. هاد الرجل اللي جالس من تحت هذيك الشجرة يستظل بظلها، بحيل عارف الأمر ديالو، غادي يمشي عند ميسارة وسولو شكون هذاك الرجل اللي جالس تما. قال ليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قريشي هاشمي من أهل الحرم. قال الراهب لميسارة شنو شأن هذا الرجل؟ قال ليه والو، غير جاي يبيع بالتجارة ويشري. هذا الراهب غادي يقول لميسارة: والله ما نزل من تحت هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. وهنا هذا الراهب كيبشرهم باللي هذا الرجل غادي يكون نبي من الانبياء، والراهب عنده علم الكتاب ومعلومه على هذه الشجره خفا زربا. هذه الشجره اللي استضل بها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كاينه في واد الاردن، وهي باقيه ليومنا هذا. حتى شي شجره ما كاينه حداها، كاينه غير في الصحراء قاحله وهي خضراء. وعلى حسب العلماء يقولوا باللي انه هذه الشجره عندها واحد الطاقه نورانيه هائله. هذه غير معلومه كانت خفيفه تكون على بالكم. المهم سيدنا رسول الله والقافله اللي معاه فاش سالوا التجاره وعلاش مشاو غادي تقضى الغرض، ربح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد الربح اللي كان كبير اللي غيعطيه لخديجه. وهنا ميسره
غادي يبدا كيعاود لسيدتنا خديجه داكشي اللي شاف واللي سمع على سيدنا محمد. قال والله رايته يمشي والغمام كيضللو، تيوقف اذا هو وقف وكتمشي اذا هو مشى، وخبرها ايضا بالخبر نتاع الراهب. وهنا القليب نتاع سيدتنا خديجه رضي الله عنها غادي يبقى كيعظم المنزله ديال رسول الله، وغادي تبني ليه بيت في قلبها. لما سمعت باخلاق النبي وشنو كيقولوا عليه الناس، بغات تزوج سيدتنا خديجه برسول الله، اشرف امراه في مكه وسيده نساء العالمين. غادي تصيفط لرسول الله باللي انا من القرابه ديالك، حيت هي كانت كتجمع معاه في النسب مع شي حد من الاجداد ديالها، مدحاتو وقالت ليه راني بغيت نتزوج بك، وكان السن ديالها انا ذاك نحو الأربعين. ديك الساعه رسول الله غادي يمشي عند عمامه باش يتشاور معاهم، وبطبيعه الحال حتى شي حد ما اعترض، وحتى شي حد اصلا ما يقدر يعترض عن خديجه، حيتاش اسياد قريش وكانوا كيتمناو باش انهم يتزوجوا بها. غادي يمشي مع رسول الله الاعمام ديالو، وغادي يدخلوا على عمها عمرو بن اسد، وهما يخطبوها منه بواسطه عم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ابي طالب، واكيد غادي يوافق عمها بدون نقاش، حيتاش حتى شي حد ما يقدر يرد سيد الخلق. فدار واحد الخطبه خفيفه ابو طالب في هذاك اليوم وقال الحمد لله اللي جعلنا مولانا من ذريه ابراهيم وزرع اسماعيل وضئضئ معد، زعما المعدن والعنصر الاصير، وجعلنا حضنه بيته وسواس حرمه، وجعلنا محجوبا وحرما امنا، وجعلنا حكام الناس، ثم ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا. وهذا كان مدح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان في المال قل، فان المال ظل زائل وامر حائل وعاريه مستردة، وهو والله بعد هذا لهو نبأ عظيم وخطر جليل، وقد خطب اليكم رغبه في كريمتكم خديجه، وقد بطل لها من الصداق كذا وكذا، وعلى ذلك تم الامر. والمعلومه تاع اغلبيتكم اللي ما عارفهاش، انه سيدتنا خديجه قبل زواجها بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كانت متزوجه من قبله بابي هاله اللي توفى، وكانت عندها معاه واحد الولد اللي سميتو هاله، اللي غادي يامن بدعوه الحبيب منذ فتره مبكره من البعثه، وغادي يتعهد النبي بالرعايه واعتبره ابن الله، وكان يكنى بربيب رسول الله. هذا ربيب رسول الله عليه الصلاه والسلام كان حياته كلها هو كيردد انا اكرم الناس ابا واما واخا واختا، ابي رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه زوج امي وامي خديجه واخي القاسم واختي فاطمه. المهم غادي يتزوج سيد الخلق من سيده نساء العالمين، غادي يعيش معها حياه كلها حب، احبها حب عظيم، كان كيكرمها وكانت تكرمه، كانت احب الناس على قلبه. خديجه ضحات بنفسها بمالها بحياتها من اجل رسول الله. غادي تولد له القاسم، من بعد غادي يجي الطيب والطاهر، كانوا ثلاثه نتاع الذكور، اما الاناث كانت ولدت ليه رقيه وزينب وام كلثوم وفاطمه، كاع الاولاد ديالو نجبتهم ليه الا ابراهيم اللي كان من ماريا القبطيه. ولاد الذكور كلهم غادي توفاو قبل البعثه، اما البنات بقاو حتى البعثه وسلموا وهاجروا معاه، وماتوا كلهم قبل منه الا فاطمه الزهراء، حتى هي كانت سيده النساء فاطمه اللي غادي تبقى من بعده اشهر قليله وتلحق به عليه الصلاه والسلام. سيدتنا خديجه هي اللي كانت مع رسول الله، كانت كتعجب من هذا الانسان اللي عنده امور غريبه، شافت فيه الخلق العظيم اللي ما عند حتى شي واحد، وكانت كتوقع معاه امور غريبه وهي تمشي عند ابن عمها ورقه بن نوفل اللي كان بقى على التوحيد وتعلم علم الكتاب. غادي تعاود ليه الخبر ديالو وقال ليها يا خديجه والله اني كنظن بلي محمد غادي يكون نبي هاد الامه، انا عارف بلي انه هاد الزمان غادي يخرج فيه نبي وهذا هو الزمان ديالو، وراني تنظن بلي انه هو محمد. فرحات سيدتنا خديجه بهذا الخبر. المبلغ سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام 35 سنه، ما كانش الكعبه كيف دابا، كانت قصيره في عهد سيدنا اسماعيل وما كانش ليها السقف، فسرق واحد النفر من اللصوص الكنز اللي كان في البير ديالها. في الصباح الناس تغموا وغضبوا، كيفاش يتسرق كنز ديال الكعبه وحنا هنا كنحميوها؟ من غير هذا الامر فقبل بعثه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بخمس سنين غادي تجرف مكه واحد السيل عارم اللي غادي ينحدر الى بيت الحرم، فكانت الكعبه على وشك الانهيار، فاضطرت قريش باش انها تجدد البناء ديالها حرصا على المكانه ديالها. وهنا غادي يقرروا اهل مكه باش انهم يعيدوا البناء باش حتى شي حد ما يتجرأ على الكعبه. فداك الزمان مولانا غادي يقدر انه تغرق واحد السفينه نتاع واحد التاجر من اهل الروم، والبحر غادي يلوح هذاك الخشب وغادي يجمعوه وغادي يجيبوه. كان واحد الرجل القبطي اللي تيعيش بمكه
كيخدم في البني والتجارة وكان محترف، غادي يتفقوا معاه باش أنهم يعاونهم على بناء الكعبة. غادي يوافق بما أنه كل شيء موجود، خافوا أنهم يقربوا من الكعبة حيتاش كل نهار كانت كتخرج منها واحد اللفعة اللي كيظنوا أهل مكة باللي أنها هي اللي كتحضر الكعبة. أي واحد حاول أنه يقرب من ديك اللفعة كتبغي تهجم عليه، خافوا منها، وهذا الشيء خلاهم باش انهم ما يقربوش من الكعبه. ولكن مولانا في هذيك الوقت غادي يصيفط واحد الطائر غريب اللي غادي يجي ياخذ هذيك الحيه وغادي يمشي بها. وهنا عرفوا اهل مكه وقريش باللي انهم ربي اعطاهم الاذن انهم يعيدوا البناء ديالها، ولكن هنا غادي يتفقوا على واحد الامر هو الاول، ما غاديش يدخلوا في النفقه ديالها باش يعيدوا البناء ديالها الا طيبه، بمعنى ما غاديش يدخلوا فيها مهر باغي ولا بيع ربا ولا مظلمه تاع شي حد من الناس. وفعلا غادي يجمعوا واحد المال اللي كان قليل ولكن حلالا طيبه. خافوا من انهم يهدموا الكعبه، المكانها في قلوبهم والعظمتها عند مولانا. وهنا غادي يقول لهم الوليد بن المغيره، واش بغيتوا تهدموها بهدف الاصلاح او بهدف الاساءه؟ قالوا ليه الإصلاح. قال لهم إن الله لا يهلك المصلحين، ولكن حتى حد لدابا مازال ما قدر يتجرأ من غير الوليد بن المغيرة. غادي يرفع هذاك الفاس ودعا مولانا والناس يشوفوا فيه وكل شي خايف لا توقع شي حاجة. وهو يقول الوليد بن المغيرة: اللهم إنك تعلم أننا لم نريد إلا الخير. ويرفع الفاس دياله وبذاك يضرب في الكعبة، هدم منها واحد الجزء وحتى شي حد مازال ما قدر يقرب منها. الناس كيشوفوا الوليد بن المغيرة شنو غادي يوقع ليه لما طاح الظلام، غادي يمشي لدارو، حتى حد منهم مازال ما تجرأش على الكعبة. قالوا بلاتي نشوفوا شنو غادي يوقع ليه النهار الثاني، فإذا بالوليد غادي يخرج من دارو من جديد ما وقع ليه حتى شي حاجة، ومشى باش يكمل في هدم الكعبة. وهنا عرفوا الناس بلي أنه مولانا فعلا عطاهم الإذن في هذا الأمر وبداو في الهدم نتاع الكعبة، حتى وصلوا للساس ديالها اللي لقاو فيه واحد الحجر اللي كان خضر كالسنام شادة في بعضها. والسنام هي واحد الكتلة من الشحمة محدبة اللي كتكون على ظهر البعيرة ولا الناقة. فواحد الرجل ما بيناتهم كان يحاول أنه يفرق ما بين دوك الزوج حجرات ويحط الفاس عليهم، غير ويحرك داك الساس فإذا بمكة كلها كتهز، وخافوا الناس وتراجعوا اللور وخلوا الساس كيف ما هو. كل قبيلة غادي تكلفوا بواحد الجزء من الكعبة، ولكن نفقة طيبة والحلال ضقت بهم ما كفاتهمش وما كملوش البني على القواعد نتاع اسماعيل. غادي خرجوا منها الحجر وبنوا عليه واحد الجدار اللي كان قصير علامه على انه من الكعبه، وهذا هو كان البناء ديالها ليومنا هذا. كان الكعبه زوج ديال البيبان، غادي يسدوا واحد وغادي يخليو ليها واحد، وغادي يهزوا العلو ديالها ديال البني ديالها باش ما يدخل ليها حتى شي واحد، وداروا ليها السقف. من بعد بناء البيت بقى لهم الحجر الاسود اللي كنت عاودت لكم القصه ديالو لانه انزل من الجنه وكان ابيض، ولكن غادي يولي اسود بسبب الذنوب والاخطاء ديال الانسان. فكاع القبائل غادي يتنافسوا شكون فيهم غادي يدير ديك المرحله الاخيره واللي هي الحجر الاسود. كل قبيله كتقول لهم حنا والاخر حنا والاخر حنا، حتى غادي يوقع واحد الاختلاف ما بيناتهم. وكان غير غادي وكيزيد هذا الامر وكيكبر، ودام ما بيناتهم الخصام 4 ليالي لولا واحد الرجل اللي كان مسن اللي سميتو ابو اميه بن المغيره المخزومي عم خالد بن الوليد، اللي غادي يجلس ما بيناتهم ويجمع اشراف القبائل ويقول لهم اذا اختلفتم غادي ترضوا باول رجل غادي يدخل علينا دابا ويحكم ما بيناتنا. فبداو كيتسناو حتى دخل عليهم الامين المامون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا غادي يقولوا الأشراف هذا الأمين حنا راضيين بالحكم ديالو وقابلين عليه، هذا محمد. غير ودخل الحبيب غادي يعرضوا عليه هذا الخلاف ما بين القبائل، وغادي يقول لهم سرحوا لي واحد التوب. من بعد غادي يحط عليه الحجر وامر كل قبيله باش انها تشد بطرف من هذا التوب وهزوه وداوه للركن. وهنا رضت القبائل كلها لانه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خير الخلق، هو اللي غادي يهز الحجر ويحطه في بلاصتو. خداه الحبيب وحطه في الركن ديالو وكملوا بناء بيت الله اللي حفظه مولانا وجعلوا ايه من اياته في الارض، واول بيت وضع للعباده بشهادة القرآن: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهكا جددات الكعبة، وهكذا سالت هذه المشكلة اللي بحالها أو لأمثالها تكون سبب في انتشار الحروب ما بين العرب لولا أن من الله عليهم بعقل مثل نتاع أبي أمية باش أنهم يرشدهم للخير، وحكيم مثل رسول الله أنه يقضي ما بيناتهم بما يرضي جميعهم. فهاد الوقت كان علماء الكتاب من الرهبان والأحبار والقساويس كيتدارسوا الكتاب بلي هاد الزمن هو الوقت اللي غادي يخرج فيه نبي من الأنبياء، هذا هو الزمن اللي وعدت به البشرية بخروج نبي اللي غادي ينقذها من الضلال والظلام ويخرجها للنور.
كل شيء اتفق على أنه هذا هو الزمان دياله، لدرجة أنهم كانوا سيعرفوا الأوصاف دياله ببساطة لأنه تذكروا بزاف ديال التفاصيل في نسخ التوراة والإنجيل اللي كانت كتأكد بلي أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، كيف جاتكم؟ وكيف العادة سؤال حلقتنا اليوم هو شحال كان في عمر سيدتنا خديجة رضي الله عنها لما تزوجت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بصحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا غدا في نفس الموعد. سلام سلام.